فتحة العدسة هي أحد مكونات مثلث الطارد. شاهدوا هنا هذه العدسة التي أمسكها بيدي. شاهدوا الثقب، هذا الثقب هو يعتبر فتحة العدسة، دعوني أخرجها. شاهدوا الآن، كلما توسع هذا الثقب فإن كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر تكون أكبر، وكلما صغر هذا الثقب فإن كمية الضوء التي تدخل تكون أقل. من خلال فتحة العدسة نحدد كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر. الآن تعالوا نحول الإعداد من خلال الكاميرا لنشاهد كيف تتم العملية. لديكم الآن في كاميرا الكانون AV الحرف F يشير إلى فتحة العدسة، وكما نشاهد الأرقام كلما ارتفع العدد كلما قلت كمية الضوء أو صغرت فتحة العدسة، كلما تناقصت الأرقام أو كان الرقم تنازلي فإن الفتحة تكون أوسع. AV هو نظام نصف أوتوماتيكي، يعني ذلك أننا نحن نتحكم بفتحة العدسة. في المقابل الكاميرا توازن نفسها بسرعة الغالب، نحن نختار فتحة عدسة 9، الكاميرا تختار سرعة الغالق المناسبة، فبالتالي يكون هناك تعريض دائما مناسب ولا يتغير. كيف نستطيع أن نشاهد فتحة العدسة وسرعة الغالق بشكل أكثر دقة؟ نستطيع أن ننتقل إلى تقنية أو برمجة مانيوال أو البرمجة اليدوية. اختيارنا للمانيوال يعني أننا نتحكم بفتحة العدسة ونتحكم بسرعة الغالق. تعالوا نشاهد هذا المثال. هذه ورقة بيضاء، سوف نبدأ برفع الأرقام. شاهدوا كيف تصبح الصورة معتمة، وشاهدوا عندما تنقص الأرقام أو نفتح العدسة بشكل أوسع كيف أن الورقة تتحول إلى بيضاء أكثر. شاهدوا عندما نرفع سرعة، عندما نرفع فتحة العدسة، وشاهدوا عندما يكون الرقم أصغر. الآن سرعة الغالب سوف نتحدث عنها لاحقا.